كمال بالراحه مدير برمجه الايام العامه لمستشفى الرازي التي تدور في ايام 6/7/8/2023 بالحمد لله. كان تم عليها السنه هي لبنان الاسبانيه واحد العاملين بتاع الصحه وفعاليتها على تقديم الخدمات العلاجيه. احنا نعرف يبدو عمل الصحه وللعاملين بتاع الصحه في رفاهه او في حاله نفسيه مريحه يقدم الخدمات العلاجيه. احنا الهدف بتاعنا كيفاش نلقى الحلول للعاملين بتاع الصحه باش نجم نخدم دونك لو بيانت في حاله رفاهه نفسيه باش هو ينجم يأدي واجبه ويقدم الخدمه العلاجيه الممتازه الى مرضى. احنا اليوم في الايام العامله هي هذايا التام الكبير من الجمهوريه، لكن حبينا نشاركوا عديد المؤسسات الصحيه من كافه رام الجمهوريه اللي السنه وصلنا ل 12 مؤسسه بعدد جمله من المشاركين وصل الى 300 مشترك، وكانت بمساهمه اطاراتنا في وزاره الصحه وبعض الاساتذه وبعض المتدخلين في الميدان هذا. حبينا نقول البرنامج يكون تاريخ ومتنوع من جمله الاطارات. شارك معنا الدكتور الاستاذ رياض الهيبه، الدكتور شكري حموده، السيد المدير كريم القاني، مع بعض الاخصائيين في الميزوك التراكمي والا في اليوغا دوريك، هذوما زوج جمعيات يخدموا في المجتمع المدني، جاوا اثروا معنا البرنامج كامل. البرنامج كان فعلي وطبعا نعرض نص منه، وفي الاخير معناها تو في اختتام الايام الليله قليل حسينا اللي فما فائده حسن. الفائده ان تحسس عون الصحه والعمل بتاع الصحه يقيل.